السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم معنا في فيديو جديد. معكم احمد اسامه من اكاديميه بي برو تريدر، والتحليل الاسبوعي للذهب واندكس الدولار خلال تداولات اول اسبوع من عام 2020. هذا البرنامج برعايه الحمد لله الذهب للناس اللي متابعنا خلال الفتره الاخيره فهو وصل لاهدافه كامله، بتقترب تقريبا من 600 او 650 نقطه بدون اي انعكاس. الذهب خلال الفتره الاخيره احنا نوهنا ان احنا عندنا نموذج مثلث ثابت خلال الفتره الاخيره، وتوقعنا ان يتم اختراق النموذج ده، وكان عندنا اهداف ساعتها عند مستويات ال 1520 ثم اهداف عند مستويات ال 1555. اللي حصل ان بالفعل تم اختراق الترند الهابط على الذهب او المثلث الهابط، وبعد كده نوهنا ان عندنا فرصه الشراء وصل لهدف الاول. بعد كده نوهنا ان لو تم اختراق مستويات ال 1520 ساعتها هيكون عندنا فرصه او هيكون عندنا فرصه بعد في 1555، وان ساعتها الناس ممكن تدخل تاني، وبالفعل ده اللي حصل، وصلنا لمستويات ال 1555 الحمد لله. طبعا الذهب استفاد من التوترات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت بالولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وشفنا صعود كبير جدا باعتباره الملاذ الأمن، وأعتقد إن ما زال عندنا صعود كبير جدا للذهب خلال الفترة اللي جاية، لكن هيكون مرتبط باختراق مستويات 1559 واستمرار التوترات السياسية الحالية. طيب حتى الآن هنتداول على الذهب إزاي؟ هنبتدي ننتظر افتتاح الأسبوع القادم، نبتدي ننتظر هل هيكون أو إحنا نوعا ما ابتدى يحصل هدوء، شفنا تصريحات إيجابية من ترامب نوعا ما بتهدئ الاوضاع بالولايات المتحده الامريكيه وايران، فممكن نشوف بعض التصحيح، يعني متوقع جدا او وارد جدا ان احنا نشوف بعض التصحيح من المستويات الحاليه لمستويات ال 1520 تقريبا مره اخرى، وبعد كده نبتدي نستكمل الصعود ان شاء الله. فالكلام ده هيكون مربوط بفريم الاربع ساعات مع افتتاح الاسبوع، هنبتدي يعني نشوف تعامل الذهب هيكون عامل ازاي. لو ابتدى يظهر لنا اي اشارات ضعف الاتجاه الصاعد متمثل في شمع بين بار او شمع ابتلاعيه هابطه، ساعتها ممكن ندخل بيع بهدف عند مستويات ال 1520، لان الذهب فشل قبل كده في ان هو يخترق مستويات ال 1555، وقتها ممكن يكون عندنا فرصه بهدف 400 نقطه تقريبا او 350 بايقاف خساره لا يتعدى ال 100 نقطة، فتعتبر فرصة نقدر نستغلها خلال الفترة اللي جاية، لأن طبيعي جدا أن يتم تهدئة الأوضاع لعدم تفاقم المشاكل خلال الفترة اللي جاية. فهنفضل متابعين الذهب، هنشوف السيناريو ليه. أما إحنا عامة في الذهب في اب ترند، متوقعين أهداف كبيرة جدا خلال الفترة اللي جاية، متوقع أن عام 2020 هيكون في أحداث متوترة كتير جدا في العالم هتؤدي الى صعود الذهب باعتباره الملاذ الامن، لكن مفيش مانع ان احنا نحاول نستغل الفرص التصحيحيه اللي بتحصل احيانا لما يكون عندنا اشاره واضحه للتصحيح، فده اللي احنا هنستناه ان شاء الله خلال تداولات الاسبوع الجديد، وقتها ممكن نخش بيع بهدف 1520 زي ما قلنا، وهننوه على ده على قناه التليجرام الاكاديميه بي برو تريدر، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود تحت الفيديو ده. وطبعا لو وصل لمستويات ال 1520 مره اخرى فهو فنيا هيكون للشراء، لان المنطقه دي هتكون منطقه دعم قويه جدا بالنسبه للذهب، ممكن تدفعه لاستكمال الترند الصاعد وتكوين مستويات اعلى ان شاء الله. وفي نفس الوقت في حاله اختراق 1559 فبرضه هيكون عندنا فرصه شراء باهداف كبيره نوعا ما، لان هنبتدي نتابع ونشوف الذهب ساعتها هيوصل فيه، لان وقتها هيكون الطريق ممهد للذهب للصعود بقوه جدا ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للذهب. الدولار الامريكي متوقع ليه بعض الايجابيه خلال الفتره اللي جايه من الناحيه الاساسيه. طيب من الناحيه الفنيه على اندكس الدولار ايه اللي حصل؟ على اندكس الدولار ابتدينا نشوف ارتداد من مستويات الدعم الموجود عند 96.55. احنا اخر تحليل لينا كان للهبوط من مستويات 97.7، بالفعل هبط، كان هدفنا الاول عند 96.55، كان عندنا هدف تاني عند مستويات ال 95.13 اللي بتمثل مناطق عرض جيده جدا على الفريم اليومي. طيب شفنا تفاعل كويس جدا من اندكس الدولار من المستويات دي، متوقع ان احنا نشوف نوعا ما بعض الصعود خلال الفتره اللي جايه، نستهدف منه مستويات ال 97.7 مره اخرى. من عند ال 97 اعتقد انه ممكن نشوف استكمال للهبوط خلال على الدولار اندكس خلال الفتره اللي جايه، خاصه وان ازواج الدولار بتشير فنيا لضعف الدولار خلال الفتره اللي جايه، وبرده ما عندناش اي اخبار ايجابيه متوقعه غير الناتج المحلي خلال عام 2020 كليا متوقع ارتفاعه الى 22%. فهنتابع ان شاء الله برضه يا ترى هيوصل للمستوى 95.13 واللي ساعتها ممكن تدفع اندكس الدولار للصعود بقوه خلال الفتره اللي جايه، ام انه هيصعد الاول لمستويات ال 97.7، واعتقد ان ده الاقرب نتيجه لتكوين شمعه ابتلاعيه مع منطقه الدعم اللي تداول عندها، فالاقرب ان هو يستكمل صعوده خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، خاصه ان احنا في زوج اليورو دولار اللي تابع التحليل الاسبوعي توقعنا الاول انه يحصل بعض الهبوط لليورو دولار ثم استكمال الصعود خلال الفتره اللي جايه
ان شاء الله. طيب ده كان تحليل سريع بالنسبه للذهب وبالنسبه للدولار اندكس، قلنا ان احنا نفوق الناس شويه خلال الفتره اللي جايه ونرجع لتحليلاتنا بانتظام ان شاء الله. ان شاء الله يوميا هيكون معانا تحديث للتحليلات دي. يمكن مفيش فرص واضحه شويه على الذهب وعلى الدولار اندكس الفتره اللي جايه غير السيناريوهات اللي قلنا على الذهب يشتري من 1520 او في حاله اختراق ال 1559 او لو ظهر برايس اكشن مع افتتاح الاسواق من المستويات الحاليه ان شاء الله. الدولار اندكس لسه برضو السيناريو بتاعه مش واضح. طبعا لو في اي استفسار بخصوص العملات هتلاقوا فيديو تاني تحليل العملات موجود فيه تحليل اهم الازواج اللي موجوده معانا واهم الفرص الموجوده معانا، وتقدر تسيب كومنت هناك بالزوج اللي انت محتاجه وهيتم الرد عليك ان شاء الله. اتمنى لكم اسبوع تداول موفق. كان معاكم احمد اسامه من اكاديميه بيبرو تريدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.